السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. خوتي اخواتاتي، غنتكلموا اليوم على القضيه ديال يزيد ومحمد وهاد الهيلمان وهاد الهيلاله وهاد الكوارث اللي كاينه في السوشيال ميديا. دائما كنقول لكم حنا كنتكلموا على الاشياء التي انتم فرضتموها علينا، نتوما اللي فرضتوا علينا هاد الشيء هذا، نتوما اللي فرضتوا علينا المشاكل ديالكم والازبال ديالكم، فحنا كنعطيو الراي ديالنا فيها وكننشدوا اصلا السلطات توقف هاد المهزله اللي كاينه في اليوتيوب المغربي، لان لا تشرفونا كمغاربه، لا تشرفونا كمجتمع، كثقافه اللي كتعطوها يعني مغالطات على المغرب، مغالطات على العائله المغربيه، مغالطات على المجتمع المغربي، مغالطات على دين الاسلام. لان هنايا كنشوفوا كاين بزاف ديال الظلم اللي كنشوفوا قبلت عينينا، واللي وليتوا كتاثروا على النفسيه ديال الاشخاص وكتاثروا على النفسيه ديال المتتبعين بهاد المشاكل وهاد الطاقه السلبيه. فاحنا اليوم غنتكلموا على القضيه ديال كذلك ديال السلاح، غنتكلموا على القضيه ديال الظلم، غنتكلموا على القضيه ديال اليزيد، غنتكلموا على اليزيد وغادخل لي شي واحد قول لي شي كلمه مخسره غنخسرني ماها الاعمق، غنجبد لها الارحام ديالها. راه ما تلبسوناش بالغلط، راه غير بنادم كيبغي يمشي معاكم مؤدب ومزيوان ومهانتي، تناقشوا غير في الامور اللي هي مطروحه معانا، اما راه العيب كلشي كيعرف له، كلشي كيعرف له. هذه واحد النقطه. حنا ملي كنكونوا كنتكلموا ايها الخبثاء، وما كنعممش وليس لدي لغه التعميم طبعا، حنا ملي كنكونوا كنتكلموا كتجينا غير عليكم، كتجينا غير على مجتمع مغربي، كتجينا غير على بلادنا. كيفاش حنا في 2024 وحنا باقين كنعانيو من الظلم، باقين كنعانيو من باك صاحبي، باقين كنستعنوا بالفلوس، باقي واحد الجاهل كيبين كيركب علينا، باقي كيركب علينا الجهل، باقين كنطلعوا الجهلاء في المجتمع ديالنا وكنطيحوا بالناس الواعيه، الناس اللي كتقرا، الناس اللي كتعب، الناس اللي كتخدم، الناس اللي كتبني هاد البلاد باش انها تزيد بها القدام. هذه مجرد غيره، ماشي حقدا على شي حد. اما اش غنحقدو؟ نحقدو على شي واحد داخل الجنة، نحقدو على شي واحد يجينا الغيره من شي حد انه عنده كيصدق معامله طيبه فيه الرحمه فيه الانسانيه. اما بنادم بحال هذا اش غادي يحقد عليه؟ واش غادي بعدا نهائيا نهائيا، فهمتي؟ ما كاينش في القاموس ديالنا، حنا مجرد كنغيروا على بلادنا، واللي كيخرج كيدخل عندنا انه كيقلب الموازين ديال الموضوع فهو انا نسميه خائن، خائن البلاد، خائن حب الوطن. وفينال انا مش نكون انا نكون كندعم واحد الشخص لي كيضر 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 صوره بلادي، انا خائنه غتكون. وفينال انا كنتكلم، ما كنجبد اعراض، ما كنجبد اطفال، ما كنجبد ازواج، ما كنجبد حياه الشخصيه اللي ما عندي عليها حتى شي داريه. انا كنتكلم واحد الحاجه كدوز قبلت عيني في التليفون ديالي في السوشيال ميديا، العالم كيشاهدها، فهمتوا؟ فبلا ديك الهضره خاويه وديك الكلام الطايح، راه اللي فراسو شي حاجه يمشي يفتش عليها. راه كاملين كنعرفوا نخسروا الهضره، ولكن حنا كنقولوا نكونوا ارقى، نكونوا احسن، نعطي واحد النموذج على مجتمعنا، على المراه المغربيه احسن ما هي. راه كارثه الكحله، راه حنا ولاد الشعب، ماشي راه حنا جينا مشي عندنا شي لغه واحده اخرى. راه اللي كيعرف الف كيعرف باء كيعرف تاء. مهم دوزنا هاد النقطه. هادي هنايا خرجنا بابا الغول قال لك يا ودي محمد كان غمسيب وهذا الارشيف ولا كينزلنا في اليوتيوب، حنا غنبقاو ننتقدوا الارشيف اللي كينزل. قلت يا ودي محمد كان مسيب في الجبل وكان جيعان، وباباه كان جاري عليه، وباباه ما كانش يعملو في القاموس ديالو، باباه ما كانش كيرحمو وما كانش كيصرف عليه. هذا اذا ما كانش كيعمل هاد الاب هذا فما ظلمش ابنه صراحه. قال لك ولدو رميه في الشوك، ولد راجل ما ولدش بيكيمون كيقيل يلعب في بلاي ستيشن ويجي يسنى الطنجره شني فيها ويعمل عينو في خاش غير يحشي يدو في الجيم مش غيمدلو ويمشي يفتش عليه يجري يجوج ويعمل العيال وهو ما كيدخل حتى درهم. يعني مادام تينا كبرتي وليتي واحد الشخص رشيد وجوجتي وليتي رب اسره، خاصك تضرب على راسك، ما تبقاش تسنى بابا وماما ويما وبيبي يعطيوني، فهمتي؟ نسناو بابا ويما يعطوني. هذه واحد النقطه. هذه انا بالنسبه انا كنايد ليزيد فيها في هذه النقطه. انا كيعجبني الوالدين كيعلموا وليداتهم يعتمدوا على نفسهم، واخا انا عندي الاملاك ديالي وعندي رزقي تعبت فيها انا وضربت عليها تماره انا وعندي ولادي فعلا انا، ولكن قبل ما نمد يدي ونوري ولادي السهله نعلمهم انا كيفاش جبت داك الشيء.
كيفاش جيب ديك الاملاك، وكيفاش تعبت عليهم، وكيفاش كيفاش الواحد كيخدم عليهم باش يعرفوا القيمه ديال الرزق، يعرفوا القيمه ديال الفلوس، يعرفوا القيمه ديال العطه ديال الخبز كيفاش عامله، يعرفوا القيمه ديال الرجال، وكذلك يعني ينفتحوا على المجتمع، على المجتمع الاخر، ويكون عندهم يعني اجتماعيين. ماشي انا فعلا عندي الفلوس والمن غنخدم، انا غنخدم لولدي، ولكن ماشي غنخلي انا ولدي ناعس ونحط له فوق راسه كل نهار غنحط له فوق راسه الفلوس، ما غادي يعرف شي ميجا. وشحال ما كان عندك وما كنتيش كتخدم راه غيتسالى، فهمتي؟ خليك دير راجل ب كما كيقولوا بكتافه ماشي بمتاعه، دير راجل بكتافه ماشي بمتاعه. شحال ما كان عندك تسالي، لان اللي كيجي ساهل كيمشي ساهل. هذه واحد النقطه داخله في التربيه. برافو، ها هو كلشي ديالكم، والسعاده الحزه والسعاده الحسره راه غادي نبان وغادي نكون، ولكن خصك تعرف القيمه ديال هادشي هذا باش ملي نعطيه لك وتديه تحتل عليه وتعرف قيمته، لانك يعني كتعرف شنو هي العرق ديال الانسان، شنو الانسان كيفاش كيخدم. المهم غنرجعوا لنقطه اخرى. قال لك يودي ما كانش كيعطيه، وفي نفس الوقت جيتي عندنا وقلتي لنا في واحد الفيديو بان اليازيد كيرشي الشهود الزور ديالك، يقول لهم نعطيكم مليون ديال الفرنك، المهم غتقلبوا الشهاده ديالكم. هنايا هنايا هاد الخلل هذا بغيناك توضحوا لنا، كيفاش انت ما قادرش يعطي ابنه حتى 1000 درهم في الشهر ويوكل حفيطات ويعاون ابنه لانه في الجبل والحاله ضعيفه، وفي نفس الوقت هو قادر يعطي مليون للشهود الزور؟ هذه هنا كتكذب وكتنسى، كتكذب وكتنسى. كيفاش غنبقاو نقولوا لك دائما على الشهود الزور ديالك ما كيحضروش؟ كيفاش نتينا واحد الانسان مظلوم ومحقور ومقهور وكتحلف وتكتف بانت ما غتنازلش، وفي نفس الوقت ما كيحضرولكش الشهود، ما كيحضرولكش الشهود؟ اذا هادشي هذا كامل ملفق ومفبرك علينا. نتوما كاملين كتضحكوا على الدقون، كاملين ضحك على الدقون. كيفاش انت واحد الانسان مظلوم وما نديمارش الطونوبر ديالو نهبط الشهود ديالو ونهضر حتى انا وندخل المحكمه ونجلس، واخا عندي المحامي ونجلس ونسمع ونعطي الراي ديالي حتى انا ونوض انا ندافع على نفسي، لان واحد الانسان انا انتينا كتنتقم، انتينا كنت الخرجات ديالك في كل فيديو، عينك لو كانوا قرطاس كنت تسيبو قتلوا السيد، كون فرقك وعينك كون قنابل كون فرقعتو ديك الناس، وكتبين واحد المراره واحد الحرقه واحد واحد الشراسه واحد الخبث في النظرات ديالك وفي الكلام ديالك وفي الحركات ديالك. ولكن ملي تجي الساعه الحاسمه فين تشد حقك انت ما كتمشيش. حنا بغيناكم كنطالبوكم تخرجنا بتوضيح شنو هادشي هذا. كيفاش ما قديتيش انك تخرج من الخزان وتكذبو تقول له هادشي كامل كذوب؟ كيفاش ما قدرتيش تخرج وتكذب على بلال وتقول له هاد الكاميرا كذوب؟ فرغم ان انتينا خرجتي في الخارجه الاخريه كتقول سرقوني، يعني باقي ثبت على السرقه. وكيفاش كتقول نائده ما استدعوش للشهود راه ما غادي يمشيوش، ورغم ان القاضي احتاج الشهود باش ينفذ الحكم ديالو، يكون ضدك يكون في الصالح ديالك. كيفاش في المواقع كتقول انا ما غادي نسمحش، ولكن في الواقع باغي التنازل، باغي انكم توقفوا هاد المهزله، لانك صافي الشهود خافوا على راسهم، الشهود شافوا القضية حماضت، راه فيها 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 سجن نافذا في شهادة الزور، ولو كانوا هما حقانيين وكانوا هما واحد الناس يحيدوا واحد العبء على طهرهم واحد شهادة الحق على طهرهم ما غادي يجلسوش وما غادي يسناوش استدعاء. عندهم علموا القاضي نهار 10 في 10 خصني نحضر، نكون حاضر خصني نحضر، ما كاينش النقاش، خصني نحضر ونحيد هذا العيب، مش ملي يستدعيني القاضي كشاهد نتلي بالشهادة ديالي ونمشي بحالي، نفك عليا هاد الجرة بافينا. اقول غداك الشيء اللي شفته بأمانة واللي قلته نهار الاول نقولو نهار الثاني، ولكن خوفانين، خوفانين يدخلوا ما يخرجوش، خوفانين يدخلوا ما يخرجوش، لان فعلا قضيه مفبركه. انا اقول لك واحد الحاجه وغنجي، يقدر يكون عندكم مشاكل، يقدر مناوشات مع بعضياتكم، هما بحقهم وانتم بحقهم، هما قالوا وانتم قلتوا، ولكن في القضيه السلاح الابيض قضيه ظلم، في القضيه ديال الافراق قضيه ظلم، ظلمتوا هاد السيد هذا، ظلمتوا هاد العائله، في القضيه ديال البير غلقتوه ما ظلمتوش محمد، ظلمتوا نفسكم، لانها البير صدقه جاريه، قبل ما تظلموا محمد ظلمتوا نفسكم لانها صدقه جاريه، وشوف ربي كيفاش كيحرم عليك الخير، شوف ربي كيفاش كيحرم عليك الخير،
فلهذا حنا ملي كنتكلموا كنقول لكم راكم ما عندكم شي ما يفيد، راه كنتكلموا بصراحه وبحقيقه وبمصداقيه. خوتي خواتاتي، تحياتي متتبعين ديالي عبر العالم، تمناكم تحفزونا في التعليق وتكثرونا اللايكات وتكثرونا البارتاج وتشاركوا في هذه القناه، وكنتمنى دائما نكونوا عند الحسن ديالكم. تحياتي للمتتبعين الراقيين والمحترمين اللي كيهمهم الامر وكيهمهم ان نتكلموا على هذه القضيه ونكونوا صامدون على هذه القضيه ونحطوا النقاط على حروفها ونبينوا الحقيقه للناس اللي باقا ما عرفتش، ونزيدوا نوه المتتبعين بزاف ديال الامور اللي هما ما عارفينهاش، لان الظلمات يوم القيامه. خوتي خواتاتي، دمتم في رعايه الرحمن، والى الملتقى.